بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم وحل موضوع الدنيا دار عمل، سورة الكهف، الآيات 45 إلى الآية 59، من كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر، الفصل الدراسي الثاني. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.